السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الشهادة الثانوية. إن شاء الله هنبدأ معاكم النهاردة حل نماذج بوكلت. نبدأ النهاردة نموذج بوكلت 2018 الدور الأول. طبعا ده النموذج اللي الطلبة امتحنوه السنة اللي فاتت، وهنشوف النماذج الجديدة اللي الوزارة بعتها إن شاء الله، ونبدأ نحل مع بعض. نبدأ خطوة خطوة كده بإذن الله مع بعض. طبعا دي الغلاف، خلاص. بعد كده فيه ورقة تانية تعليمات، خلاص زي ما احنا شفنا او اللي خد باله التعليمات، كل التعليمات موجودة هي بتتقرأ على اساس بنجاوب ازاي. بعد كده نبدأ البوكلت بقى على طول ان شاء الله. نبدأ السؤال الاول، اجب عما يأتي. جميع الملحوظة اللي فوق دي مهمة جدا ناخد بالنا منها. اكتب جميع المعادلات الكيميائية متزنة، اوعوا تنسي الحتة دي، مع ذكر شروط التفاعل. دي بتنقصوا عليها درجات لو ما اتعملتش. بنبدأ اول سؤال، تخير الاجابة الصحيحة. تخير الاجابة الصحيحة الف او باء، يعني بنختار يا اما الف او باء، يعني ما بنعلملكوش الا واحدة فيهم اللي احنا عارفينها بنجاوبها، خلاص. فبنختار رقم واحد، يعني في الإجابة بالظبط كده بنكتب رقم واحد اهو، رقم واحد. ها ألف اخترتها بجاوبها. نقرأ مع بعض كده، عملية زيادة نسبة الحديد في الخام عن طريق فصل الشوائب عنه. طبعا ديت تنقية الخام، الإجابة النموذجية تنقية الخام. طب طالب أو طالبة، طالب أو طالبة قالوا التركيز، صح. يبقى في اختيارين عندنا، او التركيز او التركيز، يبقى في اجابتين في الجزئية دي. تنقية الخام دي اجابة نموذجية، حبينا نقول او التركيز، يبقى احنا ضمننا اجابة نموذجية ان شاء الله. طيب طالب او طالبة اختاروا باء، يبقى هنجاوب باء معه هنا. باء هيت عملية تجميع حبيبات خام الحديد. الحاجات دي تتحفظ يا جماعة لانها بتيجي مصطلحات علمية، ممكن يجي يقول لي في سؤال تاني في سنة من السنوات ما المقصود بالتلبيد، يبقى انا لازم اكون عارف الاتنين. عملية تجميع حبيبات خام الحديد الصغيرة في حبيبات اكبر ليسهل اختزالها، لازم اكون حافظ معنى التلبيد. طب هو جابها لي مصطلح علمي يريحني من الحفظ، يبقى لازم اعرف ان هي معنى التلبيد. يبقى نمرة باء التلبيد، التلبيد. طيب ده السؤال الاول، وطبعا مكانه مش ساب هنا، بنجاوب فيه في الامتحان. طيب نيجي السؤال الثاني، نمشي بالترتيب كده. السؤال الثاني، تخير الاجابة الف او باء، يعني مطلوب منكم ينجاوب واحد الف ينجاوب باء، ما نجاوبش الاثنين. اللي عاوز يجاوب الاثنين مفيش مشكلة، خلاص. يبقى لا تنطبق، نبدأ الف كده مع بعض. السؤال الثاني الف، لا تنطبق قاعدة ماركنكوف على جميع الألكينات عند إضافة بروميد الهيدروجين. معروف قاعدة ماركنكوف بتطبق كويس جدا على الألكينات المتماثلة يمينا زي يسارا بالنسبة لذرات الكربون والهيدروجين. يبقى قاعدة ماركنكوف ما بنطبقهاش، أو لا تنطبق على الألكينات الغير متماثلة. طب انا عرفت ده غير متماثل منين؟ بروميد الهيدروجين، يعني مش هيدروجين وهيدروجين، او بروميد وبروميد، يبقى في طرف فيه هيدروجين وفي طرف فيه بروميد. يبقى الاجابة النموذجية بسبب وجود، بسبب وجود. ليه ما بتنطبقش بقى؟ بسبب وجود الكينات، الكينات متماثلة والكينات غير متماثلة. وقاعدة ماركنكوف لا تنطبق، لازم اقول العبارة دي، وقاعدة ماركنكوف، وقاعدة ماركنكوف لا تنطبق، لا تنطبق الا على الالكينات، الالكينات الغير متماثلة. يبقى المتماثلة ما تنطبقش، ما ينطبقش عليها قاعدة ماركنوكوف.
يبقى قاعدة ماركونوكوف، لأن المتماثلة ما هتفرقش أحط هنا إيه وأحط هنا إيه، لكن الغير متماثلة ماركونوكوف حط القاعدة اللي إحنا عارفينها، وهنبقى ناخدها إن شاء الله في أسئلة لوحدها في المراجعات القادمة إن شاء الله. طيب طالب اختار ألف، تمام دي إجابته. طب الطالب التاني اختار باء، لا يزول لون برمنجانات البوتاسيوم المحمضة عند إضافتها إلى 2-ميثايل-2-بروبانول. إحنا عارفين الاتنين ميثايل أو كحول الاتنين ميثايل 2-بروبانول كحول ثالثي، يعني مفيش ذرات هيدروجين، لا يحتوي على إيه؟ هيدروجين مرتبطة بمجموعة الإيه؟ الكربونول. خلاص؟ عدم وجود الهيدروجين ما بيساعدش على التأكسد. خلاص؟ يعني الإجابة النموذجية لا يتأكسد، لا يتأكسد، لا يتأكسد بفعل برمنجانات البوتاسيوم لعدم وجود هيدروجين مرتبط بمجموعة الكربينول. الكربينول نركز أوي في الإجابة، لأنه كحول ثالثي. تاني، لا يتأكسد بفعل برمنجانات البوتاسيوم، وبيقول لي إيه في السؤال؟ لا يزول لون البرمنجانات، لأنه لا يتأثر بفعل برمنجانات البوتاسيوم لعدم وجود هيدروجين مرتبط بمجموعة الكربينول. احنا عارفين الكحولات الثالثية مرتبطة بثلاث مجموعات ايه؟ ميثايل، ما فيهاش ذرات ايه؟ هيدروجين. اذا في الحالة ديت لا يحدث عملية اكسدة، لان عملية الاكسدة مرتبطة بوجود ذرات ايه؟ الهيدروجين. اسئلة مهمة جدا. ده السؤال الثاني. نيجي السؤال الثالث. السؤال الثالث كلها ملاحظين برضو، تخير الإجابة ألف أو باء عشان الناس اللي مبصتش على بوكلت أو مبدأتش تحل امتحانات لسه في الكيمياء نبدأ ناخد بالنا من الكلام اللي بقوله. يعني تخير ألف أو باء، يعني في طالب ممكن يختار ألف بس أو باء بس، اللي أنا عارفه يبقى اللي أنا عارفه متأكد إن أنا جاوبه صح هختاره. خلاص؟ طيب نبدأ السؤال الثالث. وضح بالمعادلة الكيميائية التفاعل الحادث عند شحن مرقم الرصاص. يبقى رقم ألف رقم ثلاثة بقى، ثلاثة ألف المعادلة، معادلة شحن المرقم الرصاصي. خلاص المعادلة بنبدأ لازم نعرفها ونعرف الخطوات بتاعتها. اتنين بي اللي هو الرصاص، كبريتات SO4 يبقى كبريتات ايه؟ الرصاص، زائد جزيئين ميه، جزيئين ميه هنا شحن تشارج، شحن مش شحنه. خلاص طبعا طريقه كسر روابط المواد المتفاعله، طبعا انا هعمل معظم المعادلات ان شاء الله وابقى اعملها لكم بقى في ورقه ان شاء الله مع بعض كده عشان نتابعها. عندي ادي رصاص وهنا رصاص، وانا عندي اتنين رصاص وهنا اتنين مجموعة ايه؟ كبريتات متأينة. المية 4H واتنين او. ركزوا بقى كده في التقسيمة دي، كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة. اولا الرصاص اللي هيطلع رصاص، ركزوا كده في الاجابة، ده رصاص زائد الرصاص. الرصاص هياخد الاتنين اكسجين، يبقى بي بتقيلة بي خفيفة O2 أكسيد الرصاص، زائد اتنين أيونات كبريتات سالبة، زائد أربع أيونات هيدروجين إيه موجبة. هي دي معادلة شحن المرقم الرصاصي، ومهمة جدا ممكن تتكرر السنة دي لأنها مهمة جدا 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 ومبتعتمدش على الحفظ زي ما احنا جزأناها كده مع بعض. يبقى ده السؤال التالت ألف. طيب السؤال الثالث باء، التفاعل الكلي، التفاعل الكلي في خلية صدأ الحديد. التفاعل الكلي لصدأ الحديد يبقى رقم 3 باء، التفاعل الكلي
التفاعل الكلي لصدأ الحديد. لصدأ الحديد معادلة مهمة جدا برضو نركز فيها بقدر الإمكان. أنا عندي 2 حديد، 2 حديد زائد 3 جزيئات مية، ما هي دي مكونات الصدأ خلاص، زائد وجود الأكسجين، مكونات من أولى إعدادي وإحنا بنقولها. الحديد بيصد إزاي؟ أساسيات. المعدن نفسه مية، وجود مية يعني مسمار وحطيته في شوية مية وعرضته للهواء، هي ديت مكونات الإيه؟ الصدأ. طبعا ده بيديني المركب العام اللي هو هيدروكسيد الإيه؟ الحديد 3، هيدروكسيد الحديد 3. والمعادلات دي إن شاء الله زي ما وعدتكم هحاول أجمعها لكم كلها إن شاء الله وأشرحها لكم بنظام كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة علشان ما نطولش كتير في حل أسئلة البوكلت، لأن في أسئلة حلوة وجميلة إن شاء الله. نشوف السؤال الرابع، استنتج اسم الملح. محلول ملح عند إضافة محلول كلوريد البريوم إليه يتكون راسب أبيض يزف في حمض الهيدروكلوريك المخفف، وعند إضافة محلول كربونات الأمونيوم إلى محلول نفس الملح يتكون راسب أبيض أيضا. طبعا المركب ده هنقول جه إزاي، يبقى عايزين محتاجين نشرح التجارب كلها بتاع الباب التاني، وإن شاء الله هحاول ألخصه لكم برضه في أقرب وقت إن شاء الله على أساس إيه يبقى سهل وفي متناول الناس اللي يعني بدأت تراجع دلوقتي عشان برضه يلم الموضوع معاهم بسرعة. يبقى الإجابة هنا هوت فوسفات الكالسيوم. جت إزاي؟ عندنا في المنهج وطريقة المعادلات بتاعتها والتجربة بتاعتها. يبقى إحنا هنا عندنا رقم 4 فوسفات الكالسيوم. رقم 4 المركب فوسفات الكالس، فوسفات الكالسيوم اجيبه ازاي؟ اعمل نفسي بقى مش عارف حاجه كده، معلش دي تستاهل نقف كده مع بعض فيها. كالسيوم سي اي، فوسفات بي او 4، الكالسيوم ثنائي، الفوسفات ثلاثي. الكلام ده لازم نعرفه ومش عيب ان احنا بنعمله ده، والمقص ده المقص ده في ناس بتستعيبه لكن هو مهم جدا، يعني عشان اعرف اكتب رمز فوسفات الكالسيوم وحشه قوي 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 وانا في ثالثه سنه وما اعرفش اعمله. يبقى الكالسيوم ثنائي والفوسفات ايه؟ ثلاثي. طب وبعدين الناتج اجيبه ازاي بقى؟ الكالسيوم تحتيه 3، الفوسفات تحتها 2، بي او 4 كل 2. يبقى ده تركيبه مين؟ فوسفات ايه؟ الكالسيوم، وده المركب اللي ايه؟ مطلوب عندنا. رقم 5، في التفاعل المتزن اعطيني تفاعل خامس كلوريد الايه؟ الفوسفور، اداني ثالث كلوريد الفوسفور زائد كلور ودلتا اتش ايه موجبه. طبعا دلتا اتش موجبه يعني ايه؟ يعني تفاعل طارد ولا ماص من اولى ثانوي، وعلينا برضو في ثالثه ثانوي تفاعل ماص للحراره. يمكن زياده انحلال خامس كلوريد الفوسفور من خلال نقص درجه الحراره، لا طبعا نقص الضغط، تمام، لان هنا عندي عدد المولات هنا في النواتج اكبر من عدد المولات اللي موجودة عندي فين؟ في المتفاعلات. يبقى انا لو نقصت الضغط هبدأ ازود انحلال خامس كلوريد الفوسفور، يعني هيمشي في الاتجاه الايه؟ يعني لما نقص الضغط ايه اللي هيحصل؟ الضغط عالي الناحية التانية، ما نقصه هيبدأ التفاعل في الاتجاه الايه؟ الطردي، وبالتالي الاجابة عندي باء، نقص الضغط. يبقى الاجابة في رقم 5، ماشيين بالترتيب اهو مسجل في الورقة معانا، 5 الإجابة النموذجية باء، أكتب كده الرمز وأكتب هو كاتب لي إيه؟ نقص الضغط، نقص الضغط. أنا بقول الكلام ده بنكتب الرمز والكلام ليه؟ دي حتة فنية برضو عشان التصحيح، عشان افرض باء مش مكتوبة صح، في بعض الناس بيعملوا باء كده زي الجيم، بيعملوا كده أي كلام في الرموز، فممكن نضيع نفسنا عشان إيه حاجة زي دي. يبقى أما بعمل الرمز اللي موجود في الاختيار واكتب الكلمة اللي قصادها مش هتكلفني ربع ثانية، نقص الضغط ما خدتش حاجة، يبقى اكتب باء واكتب نقص ايه؟ الضغط. يبقى انا بأمن نفسي بقدر الامكان. بعد كده السؤال السادس، ماذا يحدث مع التفسير اذا استبدل محلول كبريتات الصوديوم في القنطرة الملحية بمحلول كلوريد البريوم في خلية دانيال؟ تاني،
إذا استبدل محلول كبريتات الصوديوم في القنطرة الملحية، احنا عارفين اللي فيه قنطرة ملحية في خلية ايه؟ دانيال. خلية دانيال برضو ان شاء الله من الحاجات اللي عامل حسابي ان هنشتغل فيها شوية برضو بالنسبة لتالتة ان شاء الله. خلية دانيال معروف ان فيه قنطرة ملحية، القنطرة الملحية دي بتوصل ما بين ايه؟ القطبين او الكأسين اللي موجود فيهم ايه؟ المحلول. فبيقول لي ماذا يحدث؟ ماذا يحدث إذا استبدل محلول كبريتات الصوديوم في القنطرة الملحية بمحلول كلوريد الباريوم في خلية دانيال؟ طبعا يتوقف مرور التيار الكهربي. بيقول لي فسر الكلام، لأن محلول كلوريد الباريوم ممكن يتفاعل مع أيونات الكبريتات في نصفي الخلية ويترسب كبريتات الباريوم فلا يحدث تعادل للأيونات. نكتب الإجابة النموذجية كده مع بعض. أولا ماذا يحدث؟ أقول له الإجابة الأول يتوقف، يبقى الشق بتاع رقم 6 حاجتين. المعلومة الأولانية هقول له يتوقف، يتوقف مرور التيار الكهربي. طب التفسير ليه؟ لأن كلوريد الباريوم اللي أنا استبدلته كلوريد الباريوم ممكن هنقول يتفاعل مع أيونات الكبريتات وتترسب كبريتات الباريوم فلا يحدث تعادل للأيونات، فلا يحدث تعادل للأيونات. ده كان السؤال السادس. هنقول ماذا يحدث وإجابته. السؤال السابع، وضح بالمعادلات الكيميائية. السؤال ده مهم جدا وبكرر كتير بالمناسبة في الامتحانات. كيف نحصل على حمض البكريك من الكلوروبنزين؟ كيف نحصل على حمض البكريك من الكلوروبنزين؟ يبقى السؤال قدامنا الأول اهو نقرأ، وطبعا عاطيني شرط التفاعلات، يقول لي لازم الشروط ولازم ايه؟ المعادلات متزنة، لأن في بعض الناس يقولوا الوزن مش مهم، وزن المعادلة ده خطأ طبعا وبينقص درجات. يبقى اللي عاوز يحافظ على 60 من 60 ان شاء الله لازم يطبق الايه؟ القواعد بتاعت الكيمياء. وضح بالمعادلات الكيميائية، بقرأ اخر مرة، كيف نحصل على حمض البكريك من الكلوروبنزين. نشوف بتتعمل ديت في خطوتين. يبقى رقم 7 كيف نحصل على حمض البكريك، ولكن لازم اكون عارف رمزه، من كلوروبنزين. كلوروبنزين اللفظ سهل جدا وتطبيقه سهل. ادي حلقة البنزين فيها كلور هنا، طيب اضيف له ايه؟ طبعا لازم اكون فاهم انا بعمل ايه. انا قلت حمض البكريك لازم اكون عارف عبارة عن فينول وفي ثلاث مجموعات ايه؟ نيترو NO2. يبقى انا لازم احصل على الفينول الاول، يبقى CL اللي هو كلوروبنزين زائد ان ايه؟ OH، سهم 300 فوق و 300 تحت. الموضوع 300 فوق درجة مئوية سنتيجري، 300 تحت اتوم لضغط جوي. خلاص بالراحة خلاص كده وبهدوء. الصوديوم شوف اللفظ كده، ها بياخد مين؟ الكلور. هيحل محله مين؟ OH. نركز كده انا عملت ايه. يبقى الصوديوم مع الكلور طلع لي NaCl. نفهم الكيمياء العضوية جميلة جدا لما بتتفهم، وشوية ورق معانا بعض كده ونقعد ندرب مع نفسنا 6 7 مرات، كل معادلة 6 7 مرات، مش بنقول بقى نحفظها، لا نفهمها ونثبتها في مخنا. يبقى كلوروبنزين لما ضفت له هيدروكسيد صوديوم او صودا كاوية، خلاص مش جير صودي، جير صودي دي تحضير الميثان، واحنا عارفين في هيدروكسيد صوديوم و سي اي او، لا هنا هيدروكسيد صوديوم بس 300 درجة مئوية و 300 ضغط جوي. يبقى الصوديوم هيلتقط مين؟ الكلور، وهيحل محله ال OH لنحصل على مين؟ على الفينول OH. يبقى ده الفينول. نبدأ بقى هنا الفينول OH زائد 3 حمض نيتريك. انا هكتبه طبيعي اهو، والسهم عليه ايه؟ كونك H2SO4. كيمياء العضوية ملاقي كونك H2SO4 على السهم اعرف عشان نزع مية، يعني انا هتوقع ان فيه مية هتطلع، بس قبل ما اتوقع ان المية هتطلع ابدأ اشوف ايه حكاية حمض النيتريك كده.
طب ما التلاتة دول معلش يعني كده اوزعها لكم بطريقة سهلة كده شوية. التلاتة دول انا هاخد اوه اتش وان اوه تو، ما هو ده الحمض النيتريك. معلش كده، طب ما نتأكد كده. الاتش اهي، الاوه هضيفها للاتنين بقى التلاتة، يبقى حمض النيتريك. انا عملتها ليه كده؟ لان المفروض اتش هنا بس ما بتتكتبش، يبقى ده اول واحدة. ها الاتش مع الاو اتش هيحل محلها مين؟ الان او تو، ادي اول واحدة. طب التانية او اتش ان او تو، ما في اتش هنا، اتش هنا، ها الاتش ديت مع الاو اتش هتطلع مي ويخش مكانها ان او تو. طب التالتة او اتش ان او تو، احنا بنعمل ايه؟ انا جزأت التلاتة حمض نيتريك، فكيت حمض النيتريك، ما طالما هو اتش ان او 3 لا انا عملت او اتش لوحدها، ها لانها هتتحد مع مين؟ مع الاتش عشان تكون مية. طب التالتة فين؟ اهيت هنا اهي، يبقى انا هوت الاتش اللي هنا جت مع الاو اتش وحل محلها مين؟ الان او 2. حصلنا على حمض البكريك وتلات ايه؟ جزيئات مية، ادي الاو اتش بتاع الفينول، ودول التلاتة الإضافة اللي احنا ضفناهم دلوقتي ان او تو. اذا من النهاردة ما ننساش حمض البكريك، لانه متوقع ان هو جاي السنة دي المعادلة دي بالنص. خلاص ان شاء الله زي التلاتة ايه؟ جزيئات مي. خلاص يبقى ده السؤال السابع وهنكتفي بيه النهاردة ان شاء الله، عشان نبدأ على اجزاء كده، لان رفع النت ايه؟ صعب شوية، بياخد وقت، لو طولت في الحلقة بيطول اكتر من 6 7 ساعات او 10 ساعات. فان شاء الله هنجزأ الحلقات كده باذن الله ونتابع. يبقى احنا خلصنا السؤال السابع، نذاكرهم كويس جدا، وهنتابع المرة الجاية ان شاء الله نكمل بقية البوكلت، وهحضر لكم المعادلات بطريقة الايه؟ كسر روابط الجزيئات بقدر الامكان، معظم المعادلات اللي عندنا في المنهج. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد. والى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.